جاء رجل للشيخ قال يا شيخ ادعو لي. قال اسمع، انا ادعو لك وانت تدعو لي، كلانا مفتقر الى الله، اذا لديك مانع من اجابه الدعاء والله ما يستجاب حتى تزيل هذا المانع. وانت ايش عندك في حياتك؟ عندك شرك؟ عندك بدع؟ ترك صلاة؟ لماذا ما تدعو الله انت؟ ليش انا اعبد عنك؟ وهذا رايح العمره يوصي الكل قال ادعو لي وادعو لي. حصلت واحد عندنا هناك في المسجد النبوي حاط ورقه والله دعاء فلان دعاء فلان دعاء فلانه دعاء، والله متى انتهي يا دفتر. اذا ما نعلق الخلق بمن؟ بالخلق، نعلق الخلق بالله سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت.